ودلوقتي نعمل حلو النهارده اللي هو chocolate chip muffins. هقطع الشوكولاتة مربعات صغيرة، وبعدين أخذها أحطها في دبل بولر علشان عايزة أسيحها، أحطها في الخليط بتاع المافنز. وأسيبها هنا لحد ما تسيح. أبتدي أخلط مكونات المافنز مع بعض. أخذ الزبدة وأضيف عليها السكر وأبتدي أضربهم مع بعض. بعد كده أضيف البيض واحدة واحدة وأنا بخلط. نبص على الشوكولاتة، اوكي الشوكولاتة قربت تسيح. في الوقت اللي انا مستنية الشوكولاتة فيه تسيح ابتدي احضر القوالب اللي هخبز فيها المافنز. المافنز طبعا من حلاوتها ان هي بتبقى كبيرة وعالية، فالقوالب دي مش عالية كفاية زي ما انا عايزة المافنز. نجيب البارتشمنت بيبر او ورق الخبز ونلفه بالشكل ده، نتنيه من تحت وندخله في قالب الكب كيك، بعدين نزق بإيدنا بالشكل ده علشان نخليه ياخد شكل قالب الكب كيك. اوكي يبقى بالشكل ده، وبعدين نقص ونسويهم بالطريقة دي. يبقى كده عندنا مولدز للكب كيك ونقدر نعملهم بالارتفاع اللي احنا عايزينه، ونكرر نفس الحاجة. كده الشوكولاتة ساحت، نحط
شوكولاته على الخليط اللي جهزناه لحد دلوقتي. ونخلط مع بعض. نحط الفانيليا ونحط اللبن، اللبن الرايب، والشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونولز المفيدة للدورة الدموية والمنشطة للذاكرة والمفيدة لضغط الدم. ونخلط الدقيق مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح ونضيفهم للخليط اللي جهزناه هنا اللي حطينا معاه الشوكولاتة ونخلط كله مع بعض. وبعدين نجيب شوكولاتة اللي قطعناها قطع صغيرة زي الشوكليت شيبس ونحطها هنا ونقلبها مع خليط المافن. وبعدين نجيب الصينية ونبتدي نحط عجينة المافنز في الكابس اللي حضرناها. بعد كده يبقى فاضل نعمل التوبينج. هناخد الزبدة نقطع الزبدة قطع صغيرة هنعملها دلوقتي بإيدنا بس يعني مبدئيا قطع صغيرة نحطها مع السكر ودقيق ونبتدي نحاول نخليهم تقريبا ملمس يعني زي الرملة شوية. نوزع الزبدة على قد ما نقدر مع السكر والدقيق. بعد كده هنخلط معاها الجوز المكسر والشوكولاتة المقطعة قطع صغيرة هنخلطهم مع بعض كويس. وده هيكون التوبينج اللي هنحطه فوق المافنز ونوزعه فوق عجينة المافن.
دلوقتي ندخل المارفنز تتخبز في الفرن على 180 درجة مئوية حوالي 40 دقيقة، وبعد كده المارفنز تبقى جاهزة ان احنا ناكلها ونستمتع بيها. ودلوقتي ادخلها الفرن. وبكده نكون خلصنا حلو النهاردة الشوكليت شيب مافينز، وإن شاء الله تكون عجبتكم.